تجاهل كل الجزائريات، المرأة الجزائرية الفحلة، المرأة الجزائرية وخاصة المكتة في البيت. أقول لك كل عام وانت بخير، سنة إن شاء الله مليانة بالسعادة، تشوف ولادك إن شاء الله في نجاحات، وحنا رانا نتلوكم. ما كاش حاجة بوزيتيف في الحياة، ربي يوفقنا إن شاء الله، وتحيا نتوما وتحيا رجال راهم معنا تاني، وتحيا الجزائر. أهلين، صباح الخير، إن شاء الله تكونوا بخير. نط بكري اليوم، راهي 6 تاع الصباح، إيه، واليوم البنات حنديكم معايا لواحد ليفينمون كبير، مهرجان فريد من نوعه. هذا المهرجان رايح يكون في اوتيل ماريوت، وكتبوا لي ماذا بيا في التعليقات رايكم بالانواع الفيديوهات كيما هذه. كوزين تاعي منظمه، نط الصباح بكري 6، ليفينمون يبدا على 8:30 9. وجدت لبستي البارح في الليل، وجدت كامل ورايحه نبان في هذا المهرجان. دونك حنخرج في هذا المهرجان، حنبريباري كيك نستقوى بها انا والزوج هكاك باش نصحصحو كامل. كتبوا لي رايكم في نوع الفيديوهات هذايا، اسكو يعجبكم لا اسكو تحبوه لا ماذا بيا نعرف رايكم من ناحيه هاد انواع الفيديوهات تاع كي نخرجكم معايا نديكم هكاك مهرجانات، نديكم هكاك. كتبوا لي في التعليقات. توت فاصول اليوم حنتلاقاو بزاف شخصيات معروفه كيما حسن كشاش تاع الخاوه، عايدة عببسه، سليمه سواكري تاع الرابح الاكبر هذيك المقدمه، كيما تاني جيدو كاكاو دار وعلال. رايحه نتلاقاو بزاف عباد معروفين، ورايحه نطلع فوق ستيج، عندي كلمه نلقيها هكاك ربع ساعه ولا على نيتوركين وكامل. دو فاصون نعطيكم مقاطع تتفرجوا مقاطع من الفيديو. تبعوا معايا اليوم بريباري كيك خفيف ظريف للنساء كامل، ما كيتات في المنزل، تحبي ديريها قهوه، تحبي ديريها في الصباح، تحبي كيما حبيتي هكاك شويه باش ندخلوا الروتين ومن بعد نخرجوا. نبداو الكيك ديالنا بزاف ساهل. نحتاجو لافارين، زوج كيسان كبار، نحتاجو نص كاس زيت، زوج حبات بيض، رشه ملح، نص كاس حليب، وكاس غير ربع تاع فارينا، ماشي فارينا، سكر. نحتاجو تاني لافاني و خميره نواره، ولزاز تاع القرص. كيما هنا درت كاس غير ربع هذاك تاع السكر مع زوج حبات تاع البيض ومع رشه ملح، نطلعوهم بيان ضربو حتى يطلع المزيج مليح، وتبداو تزيدو في الزيت غير بالعقل بالعقل بالعقل. هذه لاستيز خيوط باش ينجح لكم مليح. تاني تكون حراره البيض على حراره الغرفه، ميم الحليب وكامل، باش ينجح لكم الحلوه ديالكم مهما طيبتوها، يعني سورتو لي كيك. تبداو تضربو وتفاصو حتى تطلعوها وتدخلوها فيها مليح. من بعد ديرو الزيت، ديرو غير نص كاس زيت. هنا راني ما درتش هاد الكاس كومبلي باسكو هاد الكاس انا كنت معمراتو كومبلي. تاني الحليب ما يكونش بارد، بريفيرونس ديروه حراره الغرفه. درت هنا لوزاز تاع القرص باش يطلق هذيك البنه البنينه، ولافاني ليكيت شحال نحبها ليكيت خير من بودغ انايا. جبت لهنا الكاس الاول اني غربلتو تاع الفارينا، ندير له باكي كومبلي نواره، ومن بعد تيك تخلطوه شويه تاني. بداو خلطوا قبل ما تشعلوا الباتور باش ما يطيرش عليكم البخار وما توسخش الكوزينه ديالكم، ومن بعد تيك ضربوه. مور ما ضربوه للكاس الدوزيام تاع لافارين وضربوه كيما راهو، يعني كيما الاول، وسهله خفيفه ظريفه. راكم شايفين جو انايا يعني رايحه المهرجان وكامل، ودرت كيكه هكاك نستقوى بها هكاك، وراني نقصوا في السكريات بيتي تا بيتي. جبت المول ديالي، ديروا له البابي هذاك كويسون بزاف هايل يعني. وقلت لكم لافارين الى جاتكم لا تيكستور شويه خفيفه ولا ثقيله، ولا الى خفيفه زيدوا لها شويه لافارين، الى ثقيله زيدوا لها شويه الحليب. هنا عمرت غير النص وخبطوا لو مول هكاك باش يستوي، ودرت المعجون. تحبوا ديروا لداخل الشوكولا ديروا الشوكولا، انا حبيت بيان ندير له المعجون، يعني يعجبني هذا المعجون سورتو تاع المشمش. موراها كملت لاباط ديالي كامل، حطيتها فوقها ومليح. قلت لكم ديروا البابي كويسون وديروا الزبده، تدهنوا بالزبده وترشوا بلافارين، يجي هايله وتساعدكم باش تخرجوا الكيكه. خليتها طيب، هاي اللي كيفاش تحمرت وطلعت، درت الكيغ دون باش نشوف الا راهي طايبه على الداخل ولا لا. شوفوا هاي اللي كيفاش تحمرت من كاع الجوانب، وكيفاش جات سهله باش خرجت. شوفوا كيفاش خرجت، روعه روعه وبالخف وجدت. معناتها شوفوا انا راني خارجه وطيبتها صباح ربي خفيف ظريف غير باش نستقاوى
نتوما لولادكم قهوه العشيه رجالكم تجيكم سهله، ما لا ما كاش كيفاش، ما كاش اسهل من هذه. وجبت هنا ديروا المكسرات اللي حبيتو، انا عندي لانوات كاجو صافي حمصتها ورحيتها وراني نزين بها من الفوق. لانوات كوكو تاني تجي بزاف بنينه، مي انا الزوج ديالي ما يحبش لانوات كوكو. هنا ما صورت لكمش من بعد هذيك كي حطيتها وسربيت وكامل، باسكو رحت نبدل وخليت زوجي هو اللي وجد لنا الطبله. هنا لبست هذا الحجاب الروعه وجدت روحي يعني، ومن بعد هذيك نوريه لكم مليح باسكو بزاف جاوني التعليقات في الانستغرام في لي ريزو سوسيو، منين جبتي سيرين من اسمه، شوفوا القطوس هذاك راهو برا. وهنا كنت بزاف روطار شحال طولت عليهم، عيطوا لي كامل سيرين وين راكي طولتي سيرين. هنا راحت كانت شويه 9:30 هكا، هي يعني نورمالمون بدات 8:30، ميم هما داروا تاخير راكم شايفين في لي زيفالمون توجور يكون هذاك التاخير. دونك كملنا لي بروسيدور ودخلنا لهنا لوتيل. مور ما دخلت القاعه كانت معمره. شوفوا المهرجان فيه زوج اجزاء، الجزء من 8 ل 12 راح يكونوا دي كونفيرونس، معناتها منتدى ندوات، زوج ندوات رايحين يقدموهم واحد لي بروفيسور ما شاء الله في الماركتينغ ولا. وهذا المهرجان الواش، هذا المهرجان تاع المراه الرياديه الاعمال، المراه اللي تخدم في البيزنس تخدم، ورايحين نشوفوا ان دي في لي دمود تاع النساء لي كرياتريس اللي يخدموا الديزاين وكامل. مهمة بزاف هي تحويل الأسهم اللي تقول يدوها لك أعداء النجاح، نسميهم أنا أعداء النجاح، إلى أعمدة تكوني بها، أعمدة سلام تطلعي بها. هذا الشابة هذه معناها راسية بس، أهدوا وقعدوا من الشروط تاعكم. أو كونتخيغ هذيك بريسيزامون هذيك الهضرة اللي هضروها، شغل هذيك هي اللي تنقص عليها وتزيد تطلع. كل فخر واعتزاز ولد بلادي الاصيل اللي جاب لعندنا باش يشاركنا ويعطينا عصاق تجربه. شكرا جزيلا باسمهن جميعا، جزاك الله عنا كل خير. السلام عليكم. شكرا استاذه على التقديم وعلى النصائح والفوائد، هي حركه الحال شويه ان شاء الله. هنا زوج ندوتين قدمها أستاذ أحمد بن جلول، وقدمتها تاني أستاذ هذيك صابرينا باجا. ومن بعد هذيك كانت هنا المداخلة ديالي، نخليكم تتفرجوا. المحتوى اللي نفتخروا نقولوا جزائرية، أي وصلي هذا المحتوى. لا لا، أهلا وسهلا بك سيرين، نورتينا وشرفتينا والمساحة كله ليك. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا المهرجان اللي لي الشرف اني نحضر فيه. اولتها شكون معكم سيرين، سيرين دوا لابونكور عبارة. سيرين دوا مهندسة في لافابريكاسيون ميكانيكي بروديكتيك فريلانس، نخدم في الميكانيك تاع فوكس على النيتوركينغ. وهذا الشيء اللي خلاني نطلع الستيج اليوم، نحكي لكم قصه طريفه ونروح لكم للموضوع اللي رانا حابين نفتحه. كي شفت هذا المهرجان حبيت نحضر وقلت لازم نحضر، علاش؟ باش نتعرف بكم انتم كامل، باش نكبر دائره العلاقات، ودائره العلاقات باش تكبر. كما مثلا هكا المهرجانات، مثلا دي فورماسيون، مثلا ايا كانت، مثلا كيما لي فوار ولا اللي راه في سافيكس ولا هنايا، لازم تحضروا مهما كنتوا ام اخت. علاش؟ المداخلة تاعي كانت على النيتوركين والتعارفات وكيفاش نخلو تعارف رسمي ولا حاجة اللي انه احنا نستعملوها في حياتنا العملية كانت او اليومية. قلت لهم بالليك لازم تديروا كارت بيزنس كارد ولازم تعرفوا على رواحكم بطريقة رسمية وكامل لازم نخدموها. باغ اكزومبل تكون قاعة ما فيهاش الريزو، قاعة ماشي هكذاك. شوفوا البنات الا حبيتوا ندير لكم المقطع تاعي كامل في اليوتيوب نحطو لكم وحده، اكتبوا لي في التعليقات نحطو لكم كاع واش هدرت يعني بالتفصيل هنا باش برك ما نضيعش الوقت. موراها رحنا تعرفنا كيما النصيحه اللي يعني قلتها لهم، وقعدنا مع بعضنا وقصرنا وتبادلنا لي بزنس كارد. اهلي كيما راكم تشوفوا، كيما طلعت الستيج موراها درنا حصه تعارف مع الناس اللي روعه روعه روعه، تخيلوش قد واش روعه، وناس ايجابيه، ناس ما شاء الله عندهم مشاريع هايلين 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 في عده مجالات.
دونك هذه هي دونك شوفوا معايا تبعوا معايا رايحين للفطور نعاودوا نولوا. وهذه التحفه اللي راني بيها هاي اللي تشوفوا لي ديتاي حبيت بيان تعرفوا تشوفوا لي ديتاي اكزاكت. شوفوا القماش القماش قضيفه القماش تاع الموتو شوفوا هذا من عند لمسه دونك نحط لكم لاباج ديالها باسكو بزاف ناس سكسوني سيري لاغوب تاعك من من وكيفاش من عند لمسه دونك نحط لكم هنا لي كوردوني تاعها نيميرو تيليفون ديالها روحوا قولوا لها هبلوا لها لوكوب قولوا لها شفناها عند سيري وراهو يهبل وثقيل شوفوا ما جبتش مونتو ما جبت والو جيت خفيفه هنايا حبيت نوريه لكم مليح جاي هكذاك ثقيل و جاي ما شاء الله فريمون ما شاء الله. وكامل اللي تما قالوا لي سيرين منين لاغوب ديالك مين شريتيها مين جبتيها مين جاتني هذه وصلتني من عند لمسه لاكي. هذه الطفله تخدم لي غوب تخدم حجابات القماش تاعو حتى تمسو هكا قاعدين يمسو فيها ويقولوا لي هذا الحجاب شباب منين جبتيه مين شريتي هذا ما شفناهش بزاف بزاف شباب وفيها الحزام وتقدروا ديروها ميم سون سينتور. دونك نحي لكم لا سينتور وتشوفوا ولو بري تاعو نورمالمون 370000 الا ما رانيش غلطه تري 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 ريزونابل باسكو انا على بالكم كنت نشري القماشات ونخيط حجابات ليا وكامل مي جامي كان يستقام لي بهذاك السعر توجور كثر القماش غالي وثقيل فريمون ثقيل معناتها هذا يا لبستوه ما تلبسوش لي مونتو ولا يدفيكم. وشوفوا هنايا الحزام كي طويتو على زوج طوه على مره ولا على زوج طويل بزاف واليدين الديزاين ديالهم بزاف شباب يعني ما شاء الله ما عنديش وش حبيت نوري لكم حياة صاحبة قناة روتينية تاني. المحتوى تاعها فور ومختلف عليا فهميهم حياة كيفاش يسمعوك الو انا حياة داكو بالك مش عارفه كم كاين السر وكاين اللي ما يعرفنيش منكم قناة تاعي كانت تلقاو طبخ تلقاو ديفلوب تلقاو على الفاشن تلقاو على بزاف حاجات وشنو هي كيف يقول بالنظرة تاعي انا كيفاش نفيلمي باسكو بيتون ام الخمس اطفال ودير دير دير واش اسمه استشارات حتى اللي تحبها الماء صفتو نهبل على لي فواياج والفاشن نموت عليهم صافي اللي حبت تجي لعندي انا حياة الجميله نخليكم قناتها في صندوق الوصف بزاف هايله هذيك المراه. رحنا لهنا للفطور عند كنتاكي هنا في باب الزوار داروا الماكله بزاف بنينه كانت على حساب المهرجان بزاف بزاف بنينه يعني الماكله ديالو نوليو ناكل. موراها عاودنا ولينا القاعه تبدلت كامل وجدوها باش يديروا اندي فيليت مود اللي هو عرض ازياء رايحين نحضروا العرض الازياء. وهذا العرض الازياء تاع شكون تاع هذوما اصحاب المشاريع شتو بزاف كاين اليوم يديروا دوكا مشروع تاع الالبسه مشروع تاع التسطيرات مشروع كامل ايا ملا هاد المبتيعات اللي شاركوا في هذا المهرجان هما يعني ما شاء الله اللي حين يورونا اللبسه ديالهم كاين القبايلي كاين بزاف تقليدي دوك تشوفوا بزاف روعه حنا قاعدين غير نتفرجوا تخيلوا روحكم في مسك الليل بصح روعه واحد لي موديل واحد اللبسه شوفوا كاين الشاوي كاين اللي دارت على الصحراوي كاين اللي دارت القبايلي كاين اللي دارت عصيمي كاين اللي دارت الحجابات والجلابيب وحده هاديه كاين كاين وكاين بطريقه عصريه وجميله. نخليكم تشوفوا الافتتاح تشوفوا البعض من المقتطفات. الساده الحضور اللي حضروا معنا من الصباح بخصوص الماستر كلاس اللي قدموها الاساتذه اللي كانوا معنا صباحا نجدد لهم تحيه ايضا الاستاذه صابرين بجالي وكان ايضا معنا من ولايه عنابه الاستاذ احمد بن جلول وايضا الاستاذ فتحي بوخرس. في المساء ايضا تحق بنا البقيه نرحب بكل الساده الاعلاميين القنوات الوطنيه جميعا حاضره معنا كل جزيل الشكر مهرجانات او ايفنتات قدمتها مجمع عصر ولكن هذا المهرجان هو اكثر تميزا لانه قمنا بشيء لم يقدم في اي ايفنت من قبل وهو دعم ومرافقه كل المشاركات قبل الايفنت وايضا اثناء وبعد الايفنت فراح تكون كاينه مرافقه وايضا الحضور كنا خبرناكم عبر السوشيال ميديا انه لكم ايضا هديه مميزه راح نخبركم ونذكركم بها. تحيه للمبدعات وللعائلات. Thank you.
الحاجات وداروا دي كرياسيون كما قلت لكم من عدة طبوع. ومن بعد هذيك نخليكم تتفرجوا كلش، كاين صحراوي وكاين بزاف يعني اللي خدموا كامل، سي جوست درت لكم مقاطع صغار برك هكاك باش تشوفوا كامل. الناس اللي حابه تتفرجوا بالتفصيل تدخلوا مواقع التواصل الاجتماعي تاعي انستغرام فيسبوك، اني دايره دي لايف داخل لي لايف اني مسجلتهم في البروفايل تاعي، تلقاو كلش بالتفصيل. شوفوا الفطان شحال شبه في المصبان نتفرج فيه مشكون كيما انا اللي تحب القفاطن جادور لي كافطون. اكتبوا لي تحت الا نتوما كيما انا نموت على القفاطن. ضايق في تصدرتي ما شريت والو ابار قفطان، الباقي كريت كلش هاي لي كامل ودي في لي كيفاش كان يعني بزاف روعه. ناس ابداعات ورات لنا خدمتها، دوك نوريكم هنايا عندي في لي تاع صحراوي بطريقه جميله. عجبوني كيفاش داروا جلابيب اون ديغي قشابيات، تخرجي لابسه جلابه بصح اون ديغي قشابيه جادور. خليكم تتفرجوا ريما داخلين تتفضل معنا تحت تحيتكم. ريما تفضلي. مرحبا بكم، عمر مراكم كامل الولايات هنا ولا اغلب الولايات حاضرين. قدروكم انتم خاصين فيها بكل يعني قولكم لا علينا. دونك غنقولوا على اساس باش تحكيو على المشاريع. المشاريع نتاعي على بالي بلي مادام كاين مشروع كاين صاحب مشروع، يعني ما جبتش معلومه جديده. اصحاب المشاريع في التاير مقسومين على زوج، كاين اللي يدير المشروع وكاين اللي يحسب اللي يدير المشروع. وهادو وين تلقاهم بالكثرة؟ يعني وين تلقاهم يتواجدو ولا وين يمارسو هوايتهم المفضلة؟ تلقاهم عند الدونتيست، وقتها يقدرو يطاشو كاع عند الأطباء، بصح الدونتيست دايما هو لي خلصها غالي. تلقاهم ريح صادا كونس، الدرس دفقة، ناقصين خرجتو من كراج وحالتو حالة، بصح هاد الشي ما يمنعوش باش يمارس هوايته بكفاح هنا. تلقاهم في المليح لا بسيت ماشي ما لا علينا، كملوا مع أصحاب المشاريع، روحوا للمشاريع هكذا، وكاين وخالتي مشي، وانتيا تروحي تعمري للريحة ب 20000، وتحطيها في القرعة، وتكتبي لي فيها كوني أنت، لا لا خالتي كوني أنت كبر. كاتنا ريما بطريقه مضحكه لاصحاب المشاريع بزاف لي يشرو سلعه يعاودوا لها البيع ويقول لك انا مصاحب مشروع، دونك لا غير عندها الحق، عندها جبتني بزاف. ومن بعد هذيك موراها رحنا لفقره تكريم الضيوف كيما المعروفين هذوما في الشاشات وكا كيما لهنا. روحوا نشوفوا كوثر وعلال، يعني واحد الانسانه قلبها شحال بيض شحال هايله، يعني كتشوفوها عن قرب بزاف بزاف ناس ملاح. Franchement, bravo, ربي يوفقك إن شاء الله. كلمة للمنورات للبحلال بنات الجزائر اللي راهم حاضرين لهنايا، كلمة اللي نقولها اللي سي فغي كي نكونوا كي يكون اون فيت ان اوبجيكتيف في راسنا، سي فغي نبداو نهضروا كو سي با فاسيل، مي ما كاش حاجة امبوسيبل في هاد الحياة. ربي يوفقنا إن شاء الله. وتحيا نتوما وتحيا رجال اللي راهم معنا تاني وتحيا الجزائر. كوثر انا لابد اني نشكرك شكر كبير جدا. كوثر تخيلوا انه لما اتصلت بها بالهاتف، شكرا على دعمك وحضورك معنا كوثر، وانت من اهم الاسماء اللي الجزائريات المزيد من التالق والنجاح يا رب العالمين لكل الحرفيات والرائدات، كذلك المزيد من النجاح، ونتمنى لكم إن شاء الله كل ما فيه الخير ويعطيكم الصحة. سيدة سليمة صبري كذلك هي سيدة ريان. تعدي اسمي لك. مؤخرا حضرنا مؤتمر المرأة اللي كانت عملته السيدة سعيدة نزار، كان في حوالي 3000 امرأة. شحال حسيت إنه إحنا الجزائريات نرفعوا راسنا. ناهيك عن كرة القدم وش عملت فينا وعلت اسمنا في كل البلدان العربية، أنا كي نحكي في الميكروفون ما نسكتش. حبيت نرحب وش نقول جميل في الجميلات قليل. جسور صدى مع التراث الذي هو الذي حصل التراث الذي الحفاظ عليه وهي الذاكرة. أنا أعتقد أنه التراث الذي بأيدي أمينة لنكن جنبا الى جنب مع المراه في معا لنعمل لتطوير الوطن لتطوير
مساء الخير، مساء النور، اجمل واحلى تحيه للجميع، اجمل باقي طوال الاخير من الضيوف الكرام. مؤسسه أستر لها الفضل ان نلتقي اليوم. مؤسسه أستر كانت من رائدات المصممين من مختلف زوايا هذا البلد الحبيب، واحد من منطقه القبائل، واحد من الجنوب، من الشرق، من مختلف ربوع دور الحبيب، لكن في عرض واحد شفنا كل المرأة الجزائرية بكل ما تكترث من جمال، من تصاميم، من لباس التقليدي. برافو عليك أستر، وبرافو عليك على مرافقة كل هؤلاء أو هاته السيدات اللواتي صنعنا هذا. تكريمات، يعني كاين بزاف تكريمات. هنايا نروحوا للجوائز اللي داروهم، يعني من نوع الرياضيات اللي كانوا لهنايا، ولا الناس اللي كانوا يقدموا، يعني داروا هدايا كيما دي فواياج للناس البرا وبزاف صوالح. حقا بزاف اللي سقساوني على الفواياج تاع واتسوف، يعني في الفيديو الجايين راح نقول لكم عليه واش درنا فيه وكيفاش وكامل الحكايه. الاسم اللي راح يظهر لي راح يظهر اسم محفوظ بجلسة استرخاء مجانية عن الأخصائية النفسية مختصة في العلاج السلوكي المعرفي. يلا خلطي مليح، أنا حبيت كاع نخدم ثمان ناس، خلطي مليح الله يستر. يلا، من هي سعيدة أو سعيد الحق؟ ديقيم غنية. ديقيم غنية، ألف ألف مبروك. الحضرة معنا هنا سيدتي، ألف ألف مبروك ديقيم غنية. فواياج دو باس جاك ولد مدلي، فواياج واحد آخر دو باس أو حاضر معنا أو حاضر معنا إذا كان ممكن يشرفنا أيضا. يا وكان دارت تاع النقاط تاعنا دارت هي قالت ثلاثة مدلي كادو ومدت كات لا خليها هنا هيا خير، خليها يجي عندنا نوفر سبيسيال جراتويت من عند ان شاء الله. موزعوا الهدايا، يعني انا جامي خرج اسمي في طنبوله ولا هديه ولا كادو الا نتوما كيما انا كتبوا لي في التعليقات. هنايا سيده عايده ببسه قالت لي صوري لي التوني تاعك، قالت لي كي شاد الكاميرا وتفيلمي، قلت لها عندي شان يوتيوب، قالت لي خلاص صوري لي وديري لي الجينيريك. هايله هايله، يعني واحد المراه قلب طفولي عندها ما شاء الله، شحال حنينه وهيله وما نحكي لكمش. وشوفوا عطاتكم تحيه، نخليكم تسمعوها. ولي كلمه للنساء كامل اللي راهم في ديارهم بالنسبه لعام جديد وعام خلاص. هذه معايده نوجهها لكل الجزائريات، المراه الجزائريه الفحله. اولا الجزائر في احتفالات كثيره، طبعا فينا النخيل الكاس كانت أيام رائعة، كان مؤتمر المرأة اللي عملت السيدة سعيدة مغزى، كان شرف كبير للجزائر، إلى كل مرأة جزائرية وخاصة المكة في البيت، نقول لها كل عام وأنتي بخير، سنة إن شاء الله مليانة بالسعادة، تشوفي ولادك إن شاء الله في نجاحات، وحنا رانا نتلوكم، كل عام وأنتم بخير، تحية الجزائر. إن شاء الله، إن شاء الله ميرسي. في هذه المحطة يخلص، يعني يخلص الرحلة ديالنا، كيما هنا على برة القاعة.